شو الامتحانات الجاية؟ أنت مو عندك جدول عنن أوزجي؟ ضل بس الامتحانات الأخيرة وبعدها عطيني إيدك لنروح على بودرو. والله أخي بتعرف كتير بزعل لما بيخلص الفصل لأنه ما بقدر أتسلى بولاد الحي. لا تقلق، رح نلاقي شي طريقة ونتسلى فيهم. هيك قلتك؟ هاريكا ليش لهلأ عم تمشي مع هدول الأولاد؟ كانت تقول شي سيارة وشي شوفير، شو يلي عم يصير؟ ايه عن جد؟ مو راحت لعند زوج امها الغني؟ ليش لساتها عم تمشي معه؟ والله ما بعرف شو صار بالضبط، بس سمعت سوسي عم تحكي بالموبايل مع هاريكا، وعلى حسب ما فهمت الست سوزان اعتقلوها، هي بالسجن هلا، وهاريكا ما لها حابة تضل ببيت عمها لحالها، لهيك راحت على الام. عم تمزح؟ لا ما عم بمزح، بعرف هاي القصة ما بتتصدق، بس يعني هي هي الحقيقة. شو عملت امها لحتى فاتت على السجن؟ ما بعرف بالضبط، قالت سوسي في شي متعلق بالمالية، بس ما فهمت شو هو، مع الأغلب مسائل تجارية. يلا هيك نضافت دجاجة تانية على الإن. صباح الخير شباب، صباح الخير. هاريكا شو خير؟ شايفك عم تمشي مع أولاد الحي، كيف هيك؟ اشتقتي لحياتك القديمة يعني؟ سكرت أمك. يعني ما فهمت ليش عصبتي مني بهالسرعة؟ نحن عم نحكي الحقيقة، أنا عم كذب شي؟ مو أنت رجعتي عزبالتك اللي كنت فيها؟ واحد قليل الأدب. ما في داعي، شوف ابني الطاقة اللي رح تهدرها مشان هيك واحد رح تروح هدر، تركه بتعرفه واحد تافه. ايه خليه يحكي اللي بده إياه. طيب خلونا نفوت، مو بس ما في داعي يضيعولنا طاقتنا، ما في داعي يضيعولنا وقتنا كمان. عمر الصغير، بالمناسبة أنا كتير زعلت على وضع أمك، إلا أني بتمنى لها تطلع بالسلامة. أخي شوفي ليش أنت ما حكيت شي؟ إيه عن جد ابني، شوفي ولا أنت كمان قررت تنضم لفريق الأرخاص؟ لا ابني شو هالحكي هاد؟ بس كنت عم فكر كيف بدي دايقه من دون ما أحكي ولا كلمة هيك. يعني عم تقول أنك شغلت عقلك؟ إيه وشو طلع معك؟ قدرت تلاقي شي فكرة خارقة؟ بظن إني لقيت. رح حل الموضوع وإجي. وين تركنا وراحة؟ والله هدول الديانة زودوها كتير بقى، شو هذا يا؟ في داعي يعني ل 38 مكالمة فائتة؟ ها؟ سيد عاكف صباح الخير. ست شنقول خير ان شاء الله، شو ضيعتي طريقك؟ لا لا ما ضيعت طريقي بنوب، الست عايلة والست نبهات الله يسلمون وظفوني هون، انا هلا عم بشتغل عنده. منيح منيح ان شاء الله بالتوفيق، الله يجعله خير عليكي. شكرا كتير لك. وانا بتشكرك، عن اذنك هلا بدي روح على غرفتي. طبعا طبعا اتفضل روح على غرفتك، شو بتحب جيب لك شاي ولا قهوه؟ خليها شاي، بشرب كاسة شاي من إيديك ست شنقول. طيب سيد عاكف رح جيب لك شاي غير شكل، اتفضل أنت على غرفتك، تفضل أستاذ. ماشي يلا جيبي الشاي، المهم لا تجيبي مصايب، جيبي شو ما بدك. لحظة سيد عاكف. إيه لا لسه ما كملت كلامي، مريني ست شنقول. إجوا أستاذين سألوا عنك وأنا استقبلتهم بغرفتك. يا ست شنقول مشان الله ليش لتتدخلي بشغل ما بتفهمي فيه؟ ليش لتستقبلي هدول الأستاذين بغرفتي؟ شو كان بدك من هالشي؟ والله هيك ما بيصير. انتي قولي لعيدة سكرتيرتي وهي بتعرف شو تتصرف، انتي لا تشغلي حالك بهالأمور. عيدة مو هون، عيدة راحت. بس هي بالعادة بتكون هون، يعني ليش راحت؟ ايه والله ضبت كل أغراضة من الصبح، طالما شركتك فلست هي ما عاد بتضل عم تشتغل هون أبدا. عن جد؟ ايه قلت لها لوين رايحة؟ قالت لي ما بدي ضل بسفينة عم تغرق. قالت ما بدي ضل بسفينة عم تغرق، هيك لكان. طيب طيب ست شنقول شكرا. واو واو واو، مين اللي زايرنا اليوم؟ مين اللي زايرنا؟ مين اللي شرفنا بشركتنا؟ والله لو كنت طالب شي تاني من الله ما كان صار. أخي سليم أخي ميدات منيح اللي عملتوه، كتير منيح والله،
والله غريب، يا ريتني طلبت شي تاني، بس هذا منيح كمان. شو عم تقول عاكف؟ شو عم تمزح؟ لا مزح شو؟ شوف لا والله مين جاب سيرة المزح أخي، بس كان قصدي إني كنت رح أتصل فيكن، القلوب عند بعضها. خير إن شاء الله، شو اللي جابكن لعنا؟ أنت يلي شو بدك تقلنا عاكف؟ خبرنا، عم يقولوا شركتك فلست وإنك رميت ديونك على مرتك وهربت. يا الله دخيلك، حسبي الله ونعم الوكيل. والله هدول الناس بيخلوك الجن. عن جد شو هدول الناس يا الله، كل واحد عنده دين صاروا يقولوا هرب. شو هالمسخرة؟ شو هاد مبين علي هربت أخي؟ ليكني واقف هون. يعني ما في هيك شيء؟ ما فلست؟ يا أخي فهم علي، نحن تجار مو هيك؟ إفلاس شو؟ ما في إفلاس، ما في هيك شيء. يعني صار غلط صغير بالحسابات، هي يعني عادي بتصير مع كل الناس، كله مجرد غلط صغير بالحسابات، هي هي كل القصة، لا تهتموا. والله أنا بدي أهتم، أموالي غالية علي. عطينا إنشاءاتك مستلزمات كتيرة، وهلأ جايين بدنا حقها فورا. أصلا أنا كنت رح أدفع أخي، رح أدفع كل شيء، معقولة هالحكي؟ لو سمحتوا أخي ميدات، أخي سليم، والله رح أدفع. بس يعني إذا بتعطوني شوية وقت لصلح الحسابات وبعدها منحلها لا تقلقوا. قديش بدك وقت؟ يعني شوية وقت قديش بده يكون؟ شوية وقت تقريباً 3 شهور، 5، 3-5 هيك شيء. قديش؟ 5 شهور يعني بين 3 و5. بشرفي إنك أنيقة كتير ومرتب وطعمك كتير لا بقلك. معك من 3 لـ5 أيام. 3 لـ5 أيام. قلت أشهر؟ أيام طبعاً، قلت من 3 لـ5 أيام، بزلق لساني. لا تأخذني أخي سليم، قصدي أيام، بس خربطت أخي سليم، والله كنت رح أقول أيام بس زلق لساني. طبعاً 3 أو 5 أيام، ما في مشكلة طبعاً. طيب ماشي، بلشت مهلتك. شو هالمصيبة يا الله؟ شو هذا يا الله؟ والله عرقت كتير، شو هاد؟ يا ربي دخيلك، شو أعمل؟ طيب فهمنا إنه الخبر السيء بسرعة بينتشر، بس يعني مو معقولة ينتشر بهي السرعة، مو معقولة أبداً. لك حتى الموبايل ما عم يسكت أبداً، شو هالديانة هدول يا؟ لهالدرجة هي أموالكم غالية عليكم؟ أوف يا ربي، أستغفر الله، يا ريتني أنا اللي بالسجن، يا ريتني أنا اللي فت على السجن أحسن ما أنشغل بهدول الناس. والله أمرك غريب سوزان، محظوظة. وجن دندن يرم بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat